السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بطلاب وطالبات كلية التجارة جامعة عين شمس. النهاردة هنعرض الفيديو الثالث في سلسلة فيديوهات كيفية التعامل مع منصة مودل. في فيديو النهاردة هنقدر نتعرف على الانترفيس الخاص بمنصة المودل، مكوناتها ووظيفة كل جزء منها. عشان نقدر نعرف ده هندخل على الصفحة الرئيسية لمنصة المودل الخاصة بكلية التجارة. هنلاقي إن المنصة متوفرة بثلاث لغات، اللغة الإنجليزية والفرنسية واللغة العربية. وهنلاقي أعلى يمين الصفحة اسم الطالب، ثم في اليسار موجود النافيجيشن بلوك. في النافيجيشن بلوك موجود My Courses، لو ضغطنا عليها المفروض هتعرض لنا المقررات المقيد بها كل طالب في الفصل الدراسي الحالي. دلوقتي نقدر نضغط على الكورس الموجود، هيحولنا على الصفحة الرئيسية للكورس. هنلاقي ان الكورس فول نيم بتاعنا اسمه Principles of Management، ثم يلي مباشرة الكورس شورت نيم، وبيكون معمول في هيئة رابط، لاننا لو دخلنا على اي جزء في المقرر وحبينا نرجع تاني للصفحة الرئيسية نقدر نضغط عليه وهيرجعنا تاني للصفحة الرئيسية. ننزل تحت شوية هنلاقي على اليسار في الكورس overview، وده بيكون عبارة عن نبذة سريعة عن الكورس وبيكون كاتبها دكتور المادة. تحت شوية هنلاقي النافيجيشن بلوك. في النافيجيشن بلوك بيبقى مكتوب الكورسز المقيد بها الطالب، ثم الparticipants أو المشاركين والمقيدين في نفس المادة. هنلاقي برضو حاجة مهمة وهي الجريدز، الدرجات اللي بيحصل عليها الطالب في المقرر الحالي. على يمين الصفحة هنلاقي الكالندر، وبيعرض الشهر الحالي اللي احنا فيه، وكمان ممكن نلاقي فيه تواريخ هايلايتد أو محددة زي تاريخ 20 أكتوبر، محدد فيه إن chapter 1 في الـ Introduction of Management المفروض إن هو يكون completed، خلص. وكمان الدكتور حدد إن quiz 1 هيفتح للطالب علشان يحله. طيب هنلاقي تاريخ تاني موجود برضو highlighted إن quiz 1 closes، يعني مفيش طلبة تقدر تحل الكويز أو تاخد الكويز ده بعد يوم 28 أكتوبر. برضو تاريخ 30 أكتوبر محدد فيه إن assignment 1 هيكون مطلوب. ننزل تحت شوية هنلاقي الـ upcoming events. الـ upcoming events موجود قصادنا إنه assignment 1 is due يوم الجمعة 30 أكتوبر الساعة 12 بالليل، يعني التكليف الأول اللي الدكتور حدد له ميعاد إنه يتسلم هيكون يوم 30 أكتوبر، وآخر حاجة هيكون الساعة 12 بالليل. طيب دلوقتي هنلاقي الأونلاين يوزرز. الأونلاين يوزرز بيعرض البلوك ده الأيدر وجود الدكتور في الوقت الحالي أو زملائك الموجودين أونلاين في الوقت الحالي اللي انت موجود فيه على المنصة. في بلوك اسمه Auto Attendance Block. الأوتو أتندنس بلوك من خلاله بيقدر أستاذ المادة إنه ياخد الغياب بطريقة أوتوماتيك، يعني في وقت المحاضرة الأونلاين بيتم تسجيل الحضور تلقائي للطلبة الموجودة. دلوقتي ندخل في منتصف المنصة هنلاقي الأناونسمنتس الخاصة بالإعلانات. الدكتور لو عايز يعلن عن أي تواريخ أو أي تكليفات تخص المقرر هيكتبها في الجزء ده. ثم هنلاقي Course Information. في Course Information المفروض أن بيعرض المعلومات العامة الخاصة بالكورس، المحتوى، الأهداف، المراجع، لو في جدول زمني. هنلاقي مثلا ان الكورس اللي قصادنا متقسم اسابيع، الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث وهكذا. بالنسبه للاسبوع الاول هنلاقي ان الدكتور عمل ابلود لفايل PDF اسمه Introduction to Management.
وكمان يقدر الدكتور ان هو يبقى عمل ابلود لريكوردد فيديو، وكمان يقدر ان هو يحدد التكليف الاول او الاساينمنت ليكو كطلبه. اخر حاجه في لينك اوف ذا اونلاين سيشن. لينك الاونلاين سيشن احنا نقدر نضغط عليه هيحولنا للاونلاين سيشن. وبالنسبه للرابط ده، كيفيه حضور الاونلاين سيشن هتكون هي عنوان الفيديو الرابع في سلسله التعامل مع منصه المودل. وهنا نبقى تعرفنا على المكونات الرئيسية لمنصة المودل الخاصة بكلية التجارة. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.